مرحبا. أعلن العلماء أن ظاهرة الاحترار العالمي عم بتساهم بتناقص المساحات الملائمة لمعيشة النحل بقارتي أمريكا الشمالية وأوروبا، واللي عم يدفع بها الحشرات لمغادرة المناطق الدافئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستقرار بمناطق مناخية أقل حرارة، واللي عم بسبب عدم تلقيح أنواع كتيرة من النباتات اللي بتوفر الغذاء للناس والحياة البرية، وهالشي رح يؤدي إلى تناقص المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء، وهالظاهرة بتتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة النحل على الهجرة إلى مناطق مزروعة ومعتدلة الحرارة، وذلك للحفاظ على المعدل المعيشي الغذاء بالعالم. بالعودة لطقسنا، صيفي حار ورطب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة مرتفعة، رطوبة عالية، بحر معتدل الموج وحرارة 129. اليوم طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، وبيتحول بعد الظهر إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 26، على المرتفعات 24، بالبقعة 13 والأرز 10، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. إذن الغابات 30، بيت ميري 29، رياض الصلح 32 درجة، عبرة 31، والقليعة 30، حروف 28، والمريجات 33. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و75%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح شمالية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة 26 أدناها أقصاها 32، نهار الأحد بتتراوح بين 25 و31، ونهار الاثنين بين 26 و32. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من عمان 32 ودمشق 36، ومننتقل من بعدها إلى القاهرة 35 والخرطوم 38، ومنوصل إلى روما 33. وهيدا كان كل شي. باي.